نروح بعد كده مع حضراتكم بقى لدلوقتي اخبار النادي الاهلي اليوميه اللي احنا بنحب ان احنا او بنهتم ان احنا نعرضها مع حضراتكم. مراسلتنا العزيزه مريم سميح من مقر النادي بالجزيره. مريم صباح الخير وتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. من هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة هيكون معانا جولة لأهم وأبرز الأخبار، وطبعا على مستوى أجواء النادي. طبعا النهاردة يعني الاثنين برضو نعتبر لسه في بداية الأسبوع، يعتبر فيه هدوء نسبي بالنسبة لتوافد الأعضاء هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. ده طبعا نظرا لبدء موسم المدارس، يمكن توافد الأعضاء أقل كثافة من الأيام الماضية. درجة الحرارة هنا في المقر بتبلغ 28 درجة مئوية، يعني متوقع لها الارتفاع مع الساعات المقبلة طبعا من اليوم. عايز أقول كمان يعني الأجواء المرورية المؤدية أو الطرق المؤدية للنادي الأهلي أو المقر النادي الأهلي بالجزيرة كلها للأسف بتشهد يعني بعض الزحام بسبب برضو بدء موسم المدارس، سواء محيط الدقي أو محيط العجوزة وكمان قصر النيل، وكمان الزحام الشديد بيشهده طبعا منطقة أو محور 26 يوليو وكمان كوبري السادس من أكتوبر. عايزة بقى أبدأ في الأنشطة الرياضية وتحديدا الألعاب الأخرى طبعا على مستوى فريق كرة اليد بالأهلي. طبعا أكد طارق محروس المدير الفني للفريق الأول بكرة اليد بالأهلي إن الفريق هيخوض بعض المباريات الودية خلال الفترة المقبلة وهي فترة التوقف، ده طبعا لجاهزية اللاعبين بعد الغيابات اللي ضربت صفوف الفريق. كمان أضاف طارق محروس أنه يعني على الرغم من هذه الغيابات هو شايف أن يعني الفريق بيؤدي بروح الفانيلا الحمراء، وده اللي شهدته مباراة سبورتينج اللي طبعا تفوق فيها وفاز فيها فريق النادي الأهلي اليد رجال. طبعا عايزين نقول أن طارق محروس كمان قال أنه شايف أن الفريق بيحتاج بعض الانسجام بين صفوف اللاعبين او بين اللاعبين، ده طبعا علشان يكون في تتويج خلال الفتره المقبله لطبعا البطولات القاريه والمحليه. عايزين نقول كمان ان هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره هيشهد مباريتين ضمن دور ال 16 لطبعا دوري المرتبط للرجال، رجال طبعا فريق السله، هتقام المباراه في تمام الساعه 4 مساء، والمباراه الثانيه هتكون في تمام الساعه 6 مساء، ده طبعا بين فريق الاهلي وبين جزيره الورد. ننتقل بقى يعني للجزئية الأهم واللي كل مشاهدي قناة الأهلي بيهتموا بيها، وهو طبعا أخبار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. طبعا بعد عودته من المغرب وتحقيق الفوز في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا واللي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب أول أمس السبت، طبعا بعد عودتهم بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قرر أنه هو يعطيهم راحة سلبية يومين، فهيستخدم تأنفوا التدريبات غدا الثلاثاء إن شاء الله في الرابعة عصرا على ملعب مختار التتش هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا ده استعدادا لطبعا مباراة الإياب اللي هتقام يوم الجمعة إن شاء الله على استاد القاهرة الدولي ما بين الأهلي وما بين الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الإياب عفوا. طبعا عايزين نقول إن بيتسو موسيماني يعني شغله الشاغل إن هيكون الفترة الجاية دي ما فيهاش رحمة علشان طبعا تحقيق الفوز والوصول لطبعا نهائي دوري أبطال أفريقيا. طبعا عايز أقول إن بيتسو موسيماني كمان أو كل جمهور النادي الأهلي إن شاء الله هنطمن على ثلاثة من أهم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واللي المفروض طبعا عايزين نطمن يعني ونقول أو نعرف مشاركتهم من عدمها في مباراة الجمعة المقبلة، وهم طبعا محمد مجدي أفشة وكهربا وكمان مروان محسن مهاجم الفريق. عايزين نقول إن محمد مجدي أفشة طبعا خضع لإشعتين، طبعا عايزين نقول اللي هي على الأشعة الأولى على الضلوع طبعا بعد تعرضه لكدمة في مباراة أول أمس السبت اللي جمعت بين الأهلي والوداد المغربي، وأشعة أخرى على العضلة الخلفية بعد ما اشتكى إن هو يعني بيعاني بإجهاد بها بعد برضو المباراة بتاعة أول أمس السبت. طبعا هنطمن عليه إن شاء الله وهنشوف طبعا يعني جاهزيته
للمشاركة في التدريبات الجماعية غدا الثلاثاء. عندنا كمان محمود عبد المنعم كهربا كان اشتكى من آلام في العضلة الخلفية خلال مباراة بيراميدز طبعا في الدوري الممتاز، بطولة الدوري الممتاز، برضو هيحدد موقفه والتدريبات الجماعية، مشاركته في التدريبات الجماعية غدا الثلاثاء. ده طبعا بعد ما اكتفى كهربا بيعني تدريبات علاجية خلال الفترة الماضية اكتفى بيها. عندنا برضو مروان محسن كان اشتكى من إجهاد في عضلة السمانة، برضو هنطمن عليه إن شاء الله بكرة، وإن شاء الله يكونوا التلاتة جاهزين تحت قيادة بيتسو موسيماني للمشاركة في مباراة الجمعة المقبلة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. دي كانت أبرز الأخبار والأجواء داخل مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة. بشكركم جدا، عودة للاستوديو مرة أخرى. وإحنا بنشكرك يا مريم، شكرا ليكي زميلتنا العزيزة مريم سميح.